ما الرابط بين أبراج بتروناس في ماليزيا وملاجئ ضحايا الزلزال في إيران أو أجزاء مجددة من مدينة القدس القديمة مع سوق جديد في غرب أفريقيا؟ ما الذي يأتي بمهندس مشهور إلى المنصة نفسها التي يأتي إليها عامل بناء يمني؟ الإجابة هي أنهم يملكون جميعاً حصصاً في أغنى جائزة معمارية في العالم، جائزة تتحدى التصنيف لأنها تهتم بما يقدمه البناء لخير الإنسان أكثر مما تهتم بروعة البناء. خلال الحلقات الأربع القادمة من برنامجنا ربما ستعيدون التفكير في تصوراتكم عن فن العمارة والعالم الإسلامي. جائزة الأغا خان من أكثر الجوائز الدولية المرغوبة في عالم فن العمارة، إنها جائزة تتميز عن الجوائز الكثيرة غيرها، كما يؤكد نورمان فوستر المسؤول عن إعادة تصميم رايخستاغ وغيركن لندن ومبان حديثة كثيرة أخرى. الجوائز كلها مثيرة، لكن هذه الجائزة مختلفة لأنها جائزة مرموقة. إنها بالفعل جائزة مميزة بكل معنى الكلمة، وأنا أراها أنها أهم تلك الجوائز على الإطلاق. هي جائزة ليس من السهل الفوز بها. ليس تصميم الأبنية وحده المهم في هذه الجائزة، بل أيضا كيف تفيد هذه الأبنية المجتمع، أي هي مجموعة مؤشرات. هناك جوائز فازت بها مدارس ريفية بالإضافة إلى أبنية سكنية عصرية. حجم البناء لا يهم بشيء، طريقة النظر إلى البيئة التي يعيش المرء فيها هي الجوهر. لهذا وبطريقة ما أخذنا على عاتقنا أن نحاول التأثير في كل المناطق التي يعيش فيها الناس من خلال فن العمارة ثلاثي الأبعاد. أراد الأغا خان وهو زعيم 15 مليوناً من الطائفة الإسماعيلية أن يؤكد على التنوع في العالم الإسلامي ويروج له. بالنسبة إلى الجائزة فإن حدودها هي كل مكان تحظى فيه الثقافة الإسلامية بحضور مميز، فمثلاً سنغافورة وقبرص من بين الدول المنافسة. في عالم العمارة والتجديد والتخطيط المديني فإن الجائزة تحظى بتقدير خاص بسبب صرامتها في الاختيار، ويجري الاختيار على مدى 3 سنوات، وهذه المرة هناك 343 ترشيحاً تتم دراستها، دخل من بينها 27 ترشيحاً فقط إلى القائمة النهائية. في نيسان قمنا برحلة إلى اليمن للاطلاع على ترشيحين من هذا البلد الشرق أوسطي، ورافقتنا المهندسة والكاتبة سلمى سمر دملوجي البريطانية العراقية المولد. هذه السنة هي التي قيمت ترميم مدينة شيبان في اليمن، وهو مشروع ناطحات سحاب صحراوية مصنوعة من الطين يبلغ ارتفاعها 9 طوابق. لا تزال المدينة مثيرة بشكل كبير، وتمثل واحداً من أهم الأمثلة الدولية عن مباني قوالب الطين المرتفعة. حتى بالنسبة إلى العين غير الخبيرة فإن منهاتن الصحراء هي أعجوبة تستحق النظر، لكن بما أن سلمى سمر دملوجي هي إحدى أبرز خبراء العالم في هذا الموضوع فهي تفحص نوعية البناء وتتأكد من مواصفاته وتطرح الكثير من الأسئلة على مهندسي المشروع. هناك الكثير من الأشياء التي أود أن تحدثني عنها لكنك فاجأتني. كيف تعيش هنا ولا تعرفها؟ أنا أعرف جيداً كيف كان الوضع هنا قبل 4 سنوات. نعم، لكن ليس قبل 40 سنة. أنت قلت 40 وليس أنا. أنا قلت كن أكثر دقة في حديثك. المطلوب منها كمقررة فنية ألا تترك حجراً من دون أن تقلبه.
التقطت الصور وأجريت سلسلة لقاءات ومحادثات عن المباني في الأزقة وعلى السطوح وداخل وخارج البيوت. انتهى تقييمها، وتستطيع الآن إرسال تقريرها إلى مركز رئاسة مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية في جنيف. في أوائل حزيران يذهب الخبراء إلى مركز الرئاسة للإجابة عن أسئلة أعضاء لجنة التحكيم. تفحص التقييمات بجدية من اللجنة المؤلفة من 9 أشخاص تم اختيارهم من عدة فروع، من ضمنها التاريخ والهندسة والفلسفة. هنا نرى صورة الشارع كسلسلة ضيقة ومحددة تماما من الكتل الأسمنتية والجدران الحجرية. هذا ما يبدو عليه المخطط، والفكرة جذابة. ثم تدخل هيئة التحكيم في جلسات نهائية ومغلقة على مدى 3 أيام لاختيار الفائزين. هذا افتراض. السببان الوحيدان اللذان يدعوانني لإنشاء هذا البناء هما حقيقة ترك جزء ما لكي يصمم بطريقة جمالية. أجل، فأنت محق تماما. ما الفائدة إذا اعترفنا بحقيقة هذا؟ أجدها مناسبة جدا، فهي ضيقة حقا. أفهمت قصدي؟ أعني لا تري الأجزاء الأكثر قدما منها. إنها عملية بالغة الصعوبة، وليس من السهل التوصل إلى قرار هام كهذا. الأمر يحتاج للكثير من التأمل، وربما ننتقل من مناقشة مشاريع محددة إلى قضايا أكبر. من الصعب جدا بالنسبة إلى 9 أشخاص من خلفيات مختلفة تماما أن يستطيعوا التوفيق بين معايير مختلفة. يستطيعون تقرير ما هو جميل بسرعة، لكنهم يجرون عملية التأكد من أن ما هو جميل عملي أيضا، فالعين وحدها لا تستطيع حسم الأمر. لذا فإن الجائزة تكون لمبان تحبس أنفاسك من اللحظة الأولى، لكن هناك أيضا قصة كاملة حول كيف وصلت إلى ذلك المكان ولماذا. وللتأكيد على اختلاف هذه الجائزة، لا يوجد رقم ثابت لعدد الفائزين. هذا أمر تتكتم عليه اللجنة. في المرة الماضية تشارك 7 في جائزة $500,000. إنه أيلول عام 2007، وحان وقت الإعلان عن الجوائز في كوالالمبور بماليزيا. ملأ 200 ضيف قاعة الفيلهارمونيك في أسفل أبراج بيتروناس. توجه رئيس وزراء ماليزيا والآغا خان إلى المنصة لتسليم الجوائز، نتائج 3 سنوات من التخطيط والفحص وتقليص القائمة والتداول على وشك أن تكشف. أحياناً تغفل مشاريع بسبب الرغبة السياسية لهذا الطرف أو ذاك، وأحياناً يخسر المشروع الأفضل ويأتي المشروع الثاني في المرتبة الأولى بسبب متطلبات الاتفاق على عمليات معينة. إذن فالأمر يتغير كل مرة وبكل بساطة. إعادة تأهيل المدينة المسورة نيقوسيا في قبرص. الفائز هو فريق نيقوسيا ماستر بلان. نيقوسيا هي أكبر مدينة في جزيرة قبرص. بنيت أسوار المدينة قبل أكثر من 400 عام لعرقلة الغزو العثماني، لكن الكثير من الأبنية داخل الأسوار أكبر عمراً. إنها تظهر مجموعة متنوعة من أساليب العمارة البيزنطية والعثمانية والقوطية. وحيث إنها تجثم عند الطرف الشرقي للبحر المتوسط، فهي تتمتع بتاريخ طويل مضطرب. أدى النزاع بين قبارصة اليونان وتركيا إلى تقسيم الجزيرة عام 1974، وانقسمت نيقوسيا أيضاً بمنطقة فاصلة تمر في وسطها مباشرة. وما كان في الماضي وسط مدينة ناشطة أصبح أرضاً مهجورة تحرسها قوات حفظ السلام. لكن الانقسام لم يكن تاماً،
فمثلاً في عام 79 بدأ تعاون في إدارة الصرف الصحي، وبعيداً عن الأضواء السياسية نشأت شؤون عامة أخرى تضمنت صيانة التراث المعماري المشترك، وأدت إلى نشوء خطة رئيسية لحماية ذلك التراث تحت رعاية الأمم المتحدة. لقد هجر كثير من الناس المناطق التي كانت تجاور المنطقة الفاصلة وابتعدوا عنها. لقد هجرت المدينة تماما وأهملت. ورغم النزاع، شعر الطرفان اليوناني والتركي بالحاجة إلى إيجاد طريقة للعمل معا، وأسهمت الاحتياجات الحيوية لكلا الطرفين في قيام أول مشروع مشترك ينفذه المجتمعان. في الثمانينيات وتحت مظلة برامج الأمم المتحدة للتطوير وبتمويل كان جله من الاتحاد الأوروبي، أنجزت السلطتان خطة نيقوسيا الرئيسية. لقد رأينا أنه رغم كون المدينة مقسمة فإن الحياة بقيت مستمرة على كلا الجانبين، فقد كنا بحاجة إلى التعاون. واجهنا أوقات عصيبة، لكننا مع ذلك اكتشفنا أننا نشارك السيد ديمتريادس الرؤية نفسها. جرى اللقاء الأول مع صديقي مصطفى أكينشي على الجانب الآخر في هذا البيت، وكان من المستحيل حينها التفكير بأن شيئا كهذا قد يحدث. ركزت الخطة الأولية على منطقتين متصلتين بالمنطقة الفاصلة، أرابامت في الشمال التركي وكريسا لينيوتيسا في الجنوب اليوناني. كانت هذه المناطق السكنية منهارة، لكنها تملك قيمة معمارية هامة. منذ ذلك الحين بدأت عشرات المشاريع في كلا الجانبين. هذا الحمام التركي في جنوب نيقوسيا في حالة جيدة الآن، لكنه قبل تجديده لم يكن ليحظى بنظرة ثانية. وهذا المسجد في شمال نيقوسيا أعيد ترميمه، ساحة توفر أقواسها المجددة مركزاً سياحياً مزدهراً. كل هذه أمثلة على عمل الخطة الرئيسية، والتي تقدم جهودها منذ 25 سنة فوائد ملموسة طويلة الأمد. من الأهداف الرئيسية للخطة الحفاظ على التراث التاريخي لمباني نيقوسيا والمشاهد الحضرية. استخدمت مواد تقليدية كلما كان ذلك ممكناً، وبنيت مباني من حجر أصفر طري وقرميد جفف في الشمس، ووظف حرفيون من المجتمعين في المشروع، لكن لم ينفذ العمل كله بالأسلوب التقليدي. كانت هناك مجموعة مبان ضمن الخطة، مبان سكنية وتجارية وحكومية، وكل منها يتطلب معالجة جديدة. من أبرز أمثلة المباني التي دخلت الخطة الرئيسية هي محطة طاقة تقع في جنوب المدينة، حولت إلى معرض فن معاصر. تستطيعون رؤية مبان جميلة تعود إلى الحياة ثانية. الحمام القديم يجري استخدامه من جديد، والكثير غيره. بإعادة تلك المباني للحياة أعتقد أننا نرسل أيضاً رسالة أمل إلى الناس بشكل عام. وبما أن العمل بدأ من سنوات طويلة فقد أخذ الناس يرون فوائد ملموسة، ومع غنى التراث المعماري يستمتع الكثيرون منهم الآن بحياة المجتمع المعاصر. في الجنوب تقبل الناس الخطة بسرور وأعطوها زخماً جديداً، وفي الشمال كان رد الفعل جيداً، لكن هناك شعور عام بأن التقدم بطيء. إنهم يعيدون البناء في بعض المناطق وليس كلها، وهذا أمر مؤسف، لأنه في الشارع حيث أعيش سيجددون جانباً وسيتركون الآخر، ومع الأسف ليس الجانب الذي أعيش فيه. لكن رغم الصعوبات أظهرت الخطة أن القبارصة اليونان والأتراك يستطيعون العمل معاً من أجل المصلحة العامة، وهذه أكبر فائدة. يجب أن نخطط ليكون هذا الخط الفاصل هو مفارقة تاريخية وشيئاً شاذاً وغير طبيعي، وحين يزول هذا لن يضطر الناس إلى الانتظار لسنوات. يجب أن تبقى بنية المدينة سليمة بحيث يمكن استخدامها في اللحظة التي يقرر فيها السياسيون السماح بحرية الحركة. كما أن تلك الخطة الرئيسية لم تنقذ تاريخ وحضارة مدينتنا فحسب،
بل أنقذت المستقبل أيضا. السفارة الملكية الهولندية في أديس أبابا إثيوبيا، الفائزان هما المهندسان ديك فان كاميرون وبيارن ماستنبروك. كيف تمثلون ثقافة هولندية معاصرة وفي الوقت نفسه تحترمون خصوصية الأمة الأفريقية المضيفة؟ كان ذلك هو السؤال الذي طرحته وزيرة خارجية هولندا على مهندسي سفارتها الجديدة في إثيوبيا، وكانت هذه هي الإجابة. ابتكر المهندسان ديك فان كاميرون وبيارن ماستنبروك بناءً يتوافق مع المشهد الطبيعي بطريقة مذهلة، محاولين خلق تبادل أفكار بين عالمي أوروبا وأفريقيا. للعثور على التوافق تجولنا في إثيوبيا، ولفتت انتباهنا كثيراً الطرق التي بنيت بها الكنائس في الشمال، ولخلق هذه الصلة بين المشهد الطبيعي وفن العمارة صممنا بناءنا على غرار كنائس لاليبيلا التي كانت تحفر في الصخر الطري. هذا البناء ليس محفورا بالطبع، لكنه يبدو وكأنه أخذ تربة القطن. تقع السفارة في بستان أوكاليبتوس وسط الامتداد الحضري للعاصمة أديس أبابا. كان المطلوب في البداية قاعة استقبال ومسكنا للسفير وثلاثة بيوتا للموظفين، ومع تطور المشروع أضيف إليها بيت ضيوف جديد وبناء مدرسة صغيرة، لكن المبنى الرئيسي هو الذي يأسر الخيال. يبلغ طوله 140 مترا ويبدو مسجا في المشهد الطبيعي المحيط، وقد صبغ كله بنفس لون أرض إثيوبيا الحمراء المصفرة، وهذه الفسحة تعبر عن التراث الهولندي. البناء له سقف أفقي قد تغمره المياه في الفترات الممطرة، إذن الناس هنا يعيشون ويعملون تحت سطح الماء. وهكذا نحصل على المشهد الطبيعي الهولندي المنخفض، وفي الوسط الخنادق تمتلئ بالماء. نفذ البناء بكامله مهندسون وشركات بناء إثيوبية وباستخدام مواد محلية، وكان المصممان يأتيان من أمستردام لزيارة الموقع مرة كل 5 أشهر، لكنهما كانا صارمين جداً في مطالبهما. فهل صعب هذا العملية بالنسبة إلى المهندسين المحليين؟ لا أستطيع القول إنها كانت عملية صعبة، بل أعتقد أن التحدي كان أكبر لأننا لم نكن نبني هذا النوع في إثيوبيا. ففكرة البدء في صنع الأسمنت المصبوغ ومحاولة وضع النسب الصحيحة للصبغة أو صنع خطوط الاستقالات أو النماذج بشكل صحيح، كل ذلك شكل تحدياً كبيراً لنا. ذابت كل التصورات المسبقة التي كانت لدى المهندسين عن عمل البناء المحلي. فوجئنا كثيراً بالتواصل الجيد بين المهندسين المحليين وبيننا. لقد مثلنا المهندس المحلي بشكل جيد للغاية، وبما أنه نمط بناء جديد عليهم فقد قدموا عملاً لم نكن نتوقعه. وهناك مظهر هام آخر يتعلق بقابلية الاستمرار، وهو أننا أردنا تصميم بناء يمكن صنعه في إثيوبيا نفسها على يد إثيوبيين. لم نكن نريد أن نستورد بناء غريبا مسبق التصميم مصنوعا في هولندا ويتم تركيبه في هذا الموقع. من الداخل والخارج يعطي اللون الترابي إحساسا قويا بالعمارة الإثيوبية التقليدية، وكل لوح خشبي لنماذج الأسمنت أو القوالب التي تصب فيها كانت مائلة بشكل هادف لصنع لمسة نهائية بسيطة ومميزة. الطريق الذي يعبر المبنى الرئيسي يفصل مقر عمل السفير عن مسكنه. يصل ممر مسقوف وسلم بين مناطق السكن الخاصة وغرف العمل الرسمي. بالنسبة إلى السفير هذا أشبه بالعمل في البيت، وهو يرصد انطباعات زواره عن الموقع دائماً. أرى الوجوه حين يأتيني زوار وأقودهم إلى غرفتي. بعضهم تعلو وجهه ابتسامة كبيرة ويقول: هذا رائع، المكان يشبه كاتدرائية، هذا فريد جداً ويعجبني كثيراً. وتكون تعليقات بعضهم الآخر ليست إيجابية، ينظرون إلى حقيقة أنه ليس مضيئاً جداً.
يبدو مظلما قليلا. ليس من السهل أن تعجب بكل شيء بسبب طريقة البناء. بالنسبة إلى الموظفين، فإن مزايا التصميم الجريئة تغلبت على أي هواجس بشأن البناء، كالنوافذ الكبيرة التي تسمح لهم برؤية مشاهد طبيعية ممتعة. الجو بارد قليلا خلال هذا الوقت من السنة، فيما عدا ذلك أنا أحبه، فله نوافذ جميلة ومضيئة. هذا الانسجام مع الطبيعة هو الذي جعل البناء ناجحا. في الواقع حاولنا أن نصنع شيئا يحترم خصوصية البلد. إنه ببساطة بناء لا يستورد أفكاره ومفاهيمه من الغرب، بل يأخذ الثقافة الإثيوبية كنقطة انطلاق في المشروع. في الحلقة القادمة نزور مسجداً مذهلاً مجدداً يختبئ في مدينة صغيرة في اليمن، وبناءً عصرياً مرتفعاً يخفف استهلاك مكيف الهواء في سنغافورة، وسوق تجار مغطى هو الذي أحيا الحياة التجارية في بوركينا فاسو في غرب أفريقيا.